أهلا بكم طلبة تمهيد الماجستير، الشعب المختلفة عندنا في الكلية. المادة بتاعتنا اقتصاد إداري زي ما أنتم عارفين، والحقيقة هي بتجمع ما بين الاقتصاد وما بين الإدارة وبالذات الإدارة المالية. الموضوعات اللي أنا عايزها منكم هي كالآتي: أول موضوع عندنا إعادة الهيكلة المالية. إحنا هنا بنتكلم على الجانب الأيسر للميزانية بتاعت الشركة، إن إحنا بنحاول نزود الرفعة المالية فيها، نقترض أكتر بحيث ان نسبة الاقتراض تبقى اعلى من نسبة رأس المال وما يترتب على هذا من آثار. الكلام ده موجود عندك في الكتاب الخاص او اللي اسمه إعادة الهيكلة المالية او ما يسمى بهيكلة الشركات. الموضوع الثاني اللي احنا بنتكلم النهارده عن عصر السرعة، وازاي المدير ياخد قرار سريع، ازاي يدخل السوق هو الاول، ازاي يطبق التكنولوجي اولا قبل الاخرين. وبالتالي لو رجعنا للكتاب بتاعنا اللي هو الإدارة في عصر السرعة، هنكتشف أن هناك نماذج إدارية تستطيع أنت كمدير استخدامها عشان تحقق مزايا هذا العصر. الموضوع الثالث اللي هو الإدارة بالسجلات المفتوحة أو الإدارة على المكشوف، بمعنى إن إحنا هنا بنتكلم على إن جميع العمليات المالية اللي في الشركة تبقى متاحة للجميع. الميزانية بتاعتها، الأرباح والخسائر بتاعتها، الحسابات الفرعية المتخصصة بكل نشاط من هذه الأنشطة. الفكرة في هذا الكتاب إن أنا بوحد اللغة في الشركة، تبقى اللغة المالية هي اللغة السائدة عندنا. هذا الكتاب بينادي بمدخل جديد في الإدارة، وهو إن أنا إزاي أدير الشركة من خلال مؤشر واحد، هذا المؤشر اسمه العائد التشغيلي على الاستثمار. هذا تحدي للإدارة المصرية الحقيقة، وأتمنى إن إحنا نلاقي هذا الكلام في الواقع العملي إن شاء الله. كل ده مطلوب منك، وكل الكتب اللي إنت أخذتها في هذه الموضوعات متاحة معك. اعمل بريفنج، اعمل ملخص لهذه الموضوعات وتدخل الامتحان وتبقى زي الفل إن شاء الله. خالص تحياتي، بالتوفيق والنجاح إن شاء الله.